أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامعین کرام، آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 3030 سے اسٹارٹ کریں گے. اف یو انٹرسٹڈ ان قرآن کلاس آن لائن، دین یو کانٹیکٹ می آن دی واٹس ایپ نمبر. شکراً جزیلاً. تو اسٹارٹنگ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، فالو کرے فیس بک پیج قرآن ٹیچر یوسے کو، اور شیئر کیجئے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Jazakallah khairan for watching. Please subscribe Quran Teacher USA, Quran Host, and third number channel number 3, Umar Farooq Chitrali, the little boy, very beautiful reciter of Quran. Please subscribe our channels, follow Quran Teacher USA Facebook page, and share, like. Shukran jazilan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.